مع هذه التلاوة القرآنية المباركة يتلوها على مسامع حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ صلاح برس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا بها المقربون.
صدق الله العظيم. الفاتحة. الفاتحة زيادة في شرف النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا أيها الجمع الكريم تنتهي إذاعتنا من هذا المكان بعد أن استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها على حساب حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ صلاح بدر. أيها الجمع الكريم إن شاء الله رب العالمين سنرى ونشاهد هذه التلاوات القرآنية المباركة عبر قنوات التواصل الاجتماعي واليوتيوب على قناة الأستاذ محمد عزت القيعي وقناة الأستاذ أحمد ناجي الذين أمدعونا في هذه الليلة. وكان معنا من الصوتيات العالمية الحاج حمد جاد وأولاده، كما كان معنا من أصحاب الفراشة الحديثة الكبرى أولاد البحيري مهندس إسلام البحيري المقيم بعزبة السن التابعة لمركز ومدينة فتاي البارود. ونشكر كل من جاء إلينا لتقديم التهنئة في هذه الليلة القرآنية المباركة، ونشكركم جميعا يا من أسى فيما مضى ثم اعترف، كن محسنا فيما بقى تلقى الشرف، واسمع كلام الله في تنزيله إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ولكم من الله تحية وعليكم من الله سلام، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.